السلام عليكم. مباراة بعنوان لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. الأهلي والزمالك حرفيًا بيعقلوا على بعض، ده يشيل 5 امبارح، التاني يرد عليه النهارده على طول ويشيل 2. بعنوان هدم الأصنام. الفرقة سيئة. حتى يعني حمزة المسلوسي اللي جمهور الزمالك كان بيتغنى برجولته الأيام اللي فاتت، حمزة سيء. حمزة كان من أسوأ لاعبية المباراة النهارده. احمد سيد زيزو معرفش ليه فجأة كده قلب على مايوكا. لا الفرقة وحشة، فرقة سيئة. جمهور الزمالك اللي غنى في المباراة، في اول المباراة، بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. الفرقة دي لو راحت لشباب بلوزداد احنا كمان هنشيل 5. شباب بلوزداد اللي بالمناسبة احد اسوأ فرق المجموعة ان لم يكن اسوأها، باعتبارنا مش موجودين طبعا لان احنا اسوأ فرقة في افريقيا. الفرقة دي لو راحت لبلوزداد هتشيل 5. الزمالك سيء،